المورد الرابع، في هذا المورد نتعرف على بعض أوجه شخصية هولاكو، ومن عبد الله بن رطلين الشاهد الحاضر الذي كان مقربا من خليفة بغداد، ووقع في الأسر برفقة الخليفة وأهله وحاشيته. وسنجد أنه قد نسف تدليسات ابن تيمية ومنهجه نسفا، بالرغم أنه من أتباع ذلك المنهج، فشهد شاهد من التيمية أنفسهم. ففي تاريخ الإسلام في جزء 48 في صفحة 260 الذهبي قال: عبد الله المستعصم بالله أبو أحمد أمير المؤمنين الشهيد ابن المستنصر بالله، فحكى جمال الدين سليمان ابن عبد الله بن رطلين قال: سليمان جاء هولاو أو هولاكو في نحو 200,000 نفس، ثم طلب هولاكو الخليفة. لاحظ هولاكو هو الذي طلب الخليفة، هذا شاهد من التيمية، من نفس التيمية، حضر الواقعة وأسر في الواقعة. ثم طلب هولاكو الخليفة فطلع ومعه القضاة والمدرسون والأعيان في نحو 700 نفس. تنبيه، لاحظ كيف يناقض التيمي نفسه بنفسه، فهولاكو هو الذي طلب الخليفة وليس ابن العلقمي، فكم شنع الذهبي والتيمية على ابن العلقمي بالعمالة والخيانة، وأنه هو الذي غرر بالخليفة وأقنعه بالخروج إلى هولاكو، وهو الذي غرر بالقضاة والمدرسين والأعيان وغيرهم، فخرجهم جماعات جماعات إلى سيف هولاكو وقطع الأعناق. يكمل الذهبي: فلما وصلوا إلى الحربية جاء الأمر بحضور الخليفة ومعه 17 نفسا، فاتفق أن أبي، والكلام لسليمان ابن عبد الله بن رطلين، يقول سليمان: فاتفق أن أبي أي ابن رطلين كان أحدهم، أو كان أحدهم، فاتفق أن أبي كان أحدهم أي عبد الله بن رطلين كان أحد 17، فحدثني أي حدثه أبوه، فحدثني أنهم ساقوا مع الخليفة وأنزلوا من بقي عن خيلهم وضربوا رقابهم، ووقع السيف في بغداد، فعمل القتل 40 يوما. أقول لا يوجد خزعبلات وروزخونيات التيمية في إخراج ابن العلقمي الناس جماعات جماعات مغررا بهم أو مغررا بهم حتى قتلهم بسيف هولاكو وعساكره، لا يوجد هذه الخزعبلات في هذه الفقرة من الكلام. يكمل يقول: وأنزل الخليفة في خيمة صغيرة، والسبعة عشر في خيمة. قال أبي: فكان الخليفة يجيء إلى عندنا كل ليلة ويقول ادعوا لي، وقال أي أبوه بن رطلين، فاتفق أنه نزل على خيمته طائر، أي نزل على خيمة الخليفة طائر، فطلبه هولاوه أو هولاكو وقال: أيش عمل هذا الطائر؟ وأيش قال لك؟ لاحظوا كيف يستخف ويسخر ويهين ويذل الخليفة، وهذا هو أسلوب المستكبرين الطغاة في كل زمان. ومع هذا فخيالات المدلسة تدعي أن هولاكو خاف أن يقتل الخليفة ويسفك دمه، يوحون بهذا إلى هيبة في الخليفة، في شخص الخليفة، في كلام الخليفة، ولم يذكروا السبب المدعى في هذه الخصوصية لو صح هذا الادعاء، وهم يجهلون أصل موت الخليفة وطريقة موت الخليفة وكيفية موت الخليفة وأين جثة الخليفة وأين دفن الخليفة وما هو مصير الخليفة وموت الخليفة وجثة الخليفة.